مقهى عبيد أحد أهم الأماكن الجذابة للثقافة والفن والتاريخ، وتعد أيضا بمثابة بيت القصب لعموم عشائر الشطرة، بالإضافة إلى شهرتها التي تجاوزت حدود المحافظة. حقيقة مقهى عبيد هي إحدى مقهى التراثية لمدينة الشطرة، يرجع تاريخها إلى ما يقارب 120 إلى 150 عام، وهي تعتبر إحدى المقاهي التراثية والمهمة لمدينة الشطرة، وإلها خصوصيتها وإلها محبتها واحترامها، لأنه إحنا الشباب وأجيال آبائنا وأجدادنا كانوا يجلسون في إحداها. حقيقة مقهى عبيد تختلف عن بقية المقاهي للخصوصية، لأنه أغلب الرواد اللي يحضرونها هم يتناولون الأدب والثقافة والفن والشعر والرياضة، فدائماً تلقى الحضور والمنفعة العامة الاجتماعية، يتناولون السياسة، يتناولون الشأن العام، قضايا البلد فيما يخص البلد من أي حالات أو أي فترات مر بها من اضطرابات سياسية. وتختلف المقهى عن باقي المقاهي، حيث تعتبر نقطة دالة لجميع أبناء المدينة، وهي المتنفس والملتقى الأول للمثقفين والأدباء والسياسيين والرياضيين، ومكانا لحل النزاعات العشائرية. مكان ملتقى للشعراء، للأدباء، للفنانين، للنحاتين، لأصحاب الفكر، لرجال السياسة، لكل شرائح المجتمع في الشطرة. فإذا أردت أن تتواعد ويا شخص من خارج المدينة تقول له انتظرني بس قول وين مقهى عبيد، ينتظر بمقهى عبيد، المكان اللي تلتقي به جميع شرائح المجتمع، وخصوصا فنانيها ومثقفيها وأدبائها موظفيها، شريحة المعلمين خصوصا والمدرسين، نقابة المعلمين بها على ما أعتقد مقر لبعض النقابات مثل النقابات العمالية والاتحادات والأندية الرياضية، مقرها بمقهى عبيد، وهذا الشيء متعارف منذ عشرات السنين، هي تأسيسها يمكن الأربعينات أو الخمسينات من القرن الماضي. وقلت لك يعني كل أبناء المدينة لما يكونون موجودين بمقهى عبيد كأنما كل واحد يشعر أنه المقهى جزء من بيته يعني. وتقع مقهى عبيد على ضفاف نهر الغراف وسط مدينة الشطرة، جعلها تشهد على العديد من الأحداث السياسية، حيث غالبا ما تجتمع فيها الآراء، ومن ثم الاطلاق للعديد من التظاهرات المطالبة بالإصلاح. حتى لا تلاحظ يا ريت أن تأخذ مجال الصورة، لأنه البناء اللي موجود لحد الآن هو البناء تقريبا القديم، ما أجرى عليه ترميم، فإذا تلاحظ وتأخذ بالجدار أكو خانات قديمة وأكو لوحة إعلانات بالنسبة للرواد، كل مجموعة وكل جروب يتركون إعلانات، أي منشور أو أي تطور أو أي حضور لهم لافت، وحتى إجراءاتهم وشغلاتهم وخزائنهم ومحتوياتهم الخاصة، حتى المكانات المخصصة هي مخصصة كل فئة، كل مكان إلى الفئة، مثلا الرياضيين في هذا الركن، الشعراء، الأدباء، المثقفين، الفنانين، فهي أحد المقاهي المهمة المفيدة، لطالما أنجبت الكثير من الشعراء والرواديد الذين تتلمذوا من جلسات هذه المقهى الخاص، وتتلمذوا على الأساتذة اللي كانوا يتناولون ويجلسون بها. ملتقى صارع الزمن الطويل وأصر أن يظل صامدا على مدى العقود، يغذي رئة المتنفسين بعذوبة الحديث واللحظات البهيجة التي جمعت بين الأصدقاء والفرقاء. لقناة صلاح الدين الفضائية، حيدر الخياط، الناصرية.